المدير الفني منح اللعيبه اجازه من التمرين بكره، وهيبدا الفريق استعداداته ان شاء الله من يوم السبت عشان يستعد لماتش الجيش اللي هيكون يوم الاربع. هيستعيد فيه الاهلي مجموعه من اللعيبه اللي غابت النهارده. الاهلي النهارده يعني كتر خير الدنيا، علي لطفي الحارس الثالث كان بيلعب، لما اتعور كان ممكن يلعب مصطفى شوبير، وبص الحارس الرابع ليه؟ لانه الشناوي كان انذارين وشريف اكرامي اصابه. الشناوي هيرجع المباراه اللي جايه، عمرو السليه هيرجع المباراه الجايه، مروان محسن يرجع المباراه الجايه. دول الثلاثه اللي غابوا النهارده بسبب الانذارات، يدعموا قوه الفريق ان شاء الله في مباراه الطلائع بعد الاطمئنان على العائد من الاصابه رمضان صبحي، وبعد ما صالح جمعه ما شاء الله دخل انا في متفائل برضو انه ممكن وليد سليمان يلحق ان شاء الله. وليد بدا يتمرن، اللعيبه اللي كانت اتمرنت النهارده وليد وعمرو السليه ومروان محسن ونجيب وشريف اكرامي واحمد حمودي واحمد علاء ومحمد شريف، دي المجموعه اللي ادت المران. حسام عاشور كابتن الفريق اخذ راحه من المشاركه، وعمرو جمال ادى علاج طبيعي لتاهيله بعد الاصابه من العضله الاماميه، ومحمود وحيد ايضا تدرب في الجيم بعض التدريبات للتشافي من كدمه في الساق، ومحمد هاني بيواصل تاهيله ايضا بشكل مكثف تحت اشراف طارق عبد العزيز بعد الاصابه اللي كانت عانى منها الفتره اللي فاتت. ده ما يخص كل هؤلاء العائدين، ان شاء الله يدعموا صفوف الفريق في المباريات الجايه المضغوطه. الاثاره بلغت الذروه، المستوى يرتفع، وحتى يعني التحفظات اللي الناس بتقول على النادي الاهلي بنضيع 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 بنضيع، دي ظاهره بقدر ما هي مؤسفه الا انها تدل على تفوقك. ما انت مش هتضيع اذا وصلت للجون، ولما بتوصل للجون يعني في اداء فردي وجماعي بيوصلك. لكن في حاجه قد تكون نفسيه، قد تكون قله التركيز بتؤدي الى ضياع الفرص، لابد من علاجها، لان الاسماء اللي بتضيع اسماء كبيره. يعني انا مش متخيل ان اجاييه اللي كان من اسبوعين نجم نجوم النادي الاهلي يبقى محل انتقاد لثالث مباراه اهو. فارجو ان بسرعه، وانا عارف ان اجاييه معدنه طيب ومعدنه كويس، يستطيع بسرعه يرجع لمستواه، لان اجاييه من اهم اللعيبه فرديا وتكتيكيا بالنسبه للفريق. بالتاكيد. طب بمناسبه تكتيكيا، هل صرت راضي على تنفيذ اللعيبه للمهام اللي حصلت في المباراه؟ هل ظاهره اهدار الفرص خاصه في الشوط الاول شايفها ازاي الخواجه؟ نشوف المؤتمر الصحفي مارتن لاسارتي كيف راى ما حدث اليوم. أرجو إن احنا نسمع عن الرأي الكابتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي في تقييم الأداء العميق، تفضل يا فندم. بسمح. سي. Buenas noches. مساء الخير. Creo que fue un partido, bueno, era un partido muy difícil para nosotros. كان ماتش صعب بالنسبة لنا من وجهة نظرنا. Además teníamos unas cuantas dificultades, unas cuantas ausencias. كان عندنا بعض الصعوبات وبعض الغيابات بالإصابة. Pero bueno, la gente se comportó muy bien. لكن لعبتنا أدوا اللي عليهم. Creo que más allá de que el rival tuvo en el segundo tiempo alguna chance de gol. بغض النظر ان الفريق المنافس كان ليه بعض الفرص في الشوط الثاني. A lo largo del partido nosotros tuvimos unas cuantas también muy claras. لكن على مدار الماتش نفسه كان عندنا فرص كتيره جدا للتهديف. Y en líneas generales creo que controlamos el partido. عامة احنا حاسين ان احنا سيطرنا في الماتش. Y fuimos creo que justo ganadores. واعتقد ان الفوز النهارده مستحق. طيب لو سمحت الاسئله. تفضل من عزيز الاول. تفضل. ببارك لمستر مصطفى على في الابتدائي سبور لا فيكتوريا اليوم. حابب في البدايه اقول ان احنا تابعنا تدريبات الاهلي Últimamente hemos seguido los entrenamientos del ADI y habéis concentrado sobre algunas cosas. Y quiero saber si los jugadores han hecho lo que has pedido en el partido. O la importancia de ese partido
comparando con las otras pérdidas que tuvimos en los últimos partidos. Tuvimos una pérdida. Una pérdida. En realidad, yo el partido anterior, ya que estamos, lo voy a comentar. Lo vi tres veces. Y sigo pensando que no merecimos perder ese partido. Pero el fútbol es lo que es. Hoy el equipo presionó muy bien. Jugó muy serio. Generamos unas cuantas chances de gol. Volvimos a fallar en alguna. فشلنا في ان احنا نهدف في بعض الفرص دي يبقى هيك سيجي trabajando en eso no quizás sea hoy lo que más está costando لازم نشتغل على ده اكتر من كده. اتفضل مين عايز السؤال الثاني؟ احمد نادر المقدرات Felicidades por la victoria de hoy. بعد ما كسب النهارده شايف خلاص كده الاهلي después de la victoria hoy cuánto es el porcentaje que crees que el Ahli ya podrá ganar la liga hoy? Quedan 7 partidos. فاضل 7 ماتشات. كده muchos partidos. فاضل هو بيعتبر ان 7 ماتشات ده كتير. هل شايف ان المنافس الريفال هو يعني كريس الريفال que te preocupa más el Zamalek o Pyramids desde tu punto de vista? Los dos son buenos equipos. El Fariden con Singet. La única diferencia es que con Zamalek jugamos. Tenemos que jugar. الوحيد ان احنا لسه لينا ماتش مع الزمالك. Ya con Pyramids no. لكن مع بيراميدز لا ملناش ماتش تاني يعني. والله اي اسئله ثانيه؟ طبعا المؤتمرات في المكسب غير الخساره غير التعادل غير النتيجه بتحكم المود والاتيتيود العام. الراجل بدا يتكلم عن عدم حقيه الخساره بتاعت المباراه اللي فاتت. وهو انا شايف ان الماتش اللي فات برضه فعلا ما كناش نخسر، لكن احنا بايدينا وبمساعده تحكيميه. على اي حال خلينا في مباراه المصري، لان المصري احد الفرق المنظمه جدا يا استاذ ابراهيم، لان دماغ ايهاب جلال دايما مترتبه، يعني ما فيش عشوائيه في اللعب. ودي الفرق دي على قد ما بتبقى صعبه على قد ما بتبقى مريحه، بتفهم لها نمط. أيوه. تعرف تلعبها ازاي، يعني ما تيجي تقيمها تقدر تقيمها وتقدر تحط خطتك في مواجهتها. شفت الماتش ازاي النهارده؟ شوف فكره تخليص اللعيبه من الضغط العصبي دي كانت مساله مهمه. بدايه المباراه كان واضح الميس باص كتير قوي، بس شويه بشويه بدات الناس تقف على رجليها شويه. كان في تغييرات كتيره طبعا في الشكل بتاع اللعب. لاول مره تلاقي باسم عالي في الناحيه الرايت، صحيح انه عنده سرعات عاليه جدا وخفيف الحركه بشكل كبير. وجود احمد فتحي في قلب نص الملعب برده كانت جديده، مشاركه جيرالدو من البدايه واجايين من البدايه، مشاركه صالح جمعه كصانع لعب من البدايه، كلها كانت تغييرات بالاضافه لعلي لطفي. فانت هتبص تلاقي في اكتر من 3-4 اماكن جديده. احتفاظ علي معلول بمكانه مش جديده، ايمن اشرف وياسر ابراهيم مش جديده، مشاركه حمدي فتحي من البدايه برضو جديده، كان عمرو السوليه اللي بيلعب جديده انما مهمه، يعني جديد انه يلعب هو احمد فتحي. واخد بالك؟ فانت التركيبات المهمه مع بعضيها كان فيها اكتر من حاله مختلفه شويه. عشان كده الاداء الجماعي في اول ربع ساعه وثلث ساعه ما كانش عالي. انا ما اعرفش ارضيه الملعب مالها، يعني هل كانت فعلا النجيله مبلوله قوي ولا التحكم في الكوره نفسه ما كانش عالي. اخطاء التمرير كانت كتيره زي ما انت اشرت. اجايب من فتره مش هو اللاعب التكتيكي المؤثر، حركته كان كتير فيها اخطاء، فيها شخبطه كتيره قوي. جيرالدو مش قادر ينسجم، واخد بالك؟ الى ان بدا اللعب يتمركز من عند صالح جمعه، بدا صالح يرجع خطوتين وهو اللي يستلم وهو اللي يبدا يوزع، بدا النسق بتاع الفريق ينتظم في الايقاع بتاعه، يطلع علي معلول يعمل الاوفر، بدات الخطوره تبان. استمرار ظاهره اهدار وليد ازارو للفرص لا عايزه مراجعه، وزي ما الخواجه قال لازم يبقى في شغل كتير عليها في التمرين، لانه انت خلاص دخلت المرحله الصعبه جدا.
الفرص السهله قوي دي ما مش هتيجي كتير. انت حد بيوديك وعندك سرعات عاليه جدا وتنفرد والكره بره، واخد بالك؟ مواقف عايزه تدريب اكتر، عايزه تركيز اكتر. لما بتسجل الضغط بيقل، ففرص الاستفاده بتبقى احسن. عشان كده الخواجه الشوط الثاني مثلا خطوره المصري كلها من ناحيه الشمال. اسلام عيسى لاعب مهاري قوي، لاعب كويس عليه باسم علي، لكن حب يضغط عليه من فوق، راح ملاعب رمضان صبحي بقوه شخصيه رمضان وبكورته. حتى طب انت شايف الاول انت قلت حاجه كويسه دلوقتي، حاجه واحده وبعدين معاك ما انا سيبك تتكلم. ال بتشتتني ماشي. ال 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 اسلام عيسى وهو لاعب سريع جدا صحيح ومهاري، ومهاري طبعا في مواجهته كان باسم علي وهو لاعب سريع جدا ومهاري ولكن مش مدافع صلب صحيح. شفت المعركه دي ازاي؟ شوف باسم يعني عمل ماتش هايل بسرعته، ودايما باسم من اللعيبه اللي ممكن تظلمهم طريقه اللعب. يعني لو انت بتلعب 4-4-2 باسم علي هيبقى الطرف يمين هايل جدا، عنده سرعات وعنده جرأة وعنده اختراقات، يعمل إضافة عالية قوي، بس الناحية الدفاعية بتاعته قليلة قوي، فبياخد مجهود كبير جدا، بس عنده نزعة هجومية يعني. وانت باستمرار تحس انه نفسه مفتوحة لقدام، باستمرار عايز يروح لقدام. النهاردة الحقيقة المهام الدفاعية بتاعته كانت كويسة جدا في مواجهة لاعب، يمكن علشان اسلام عيسى ما هوش اللاعب القوي جدا بدنيا، فعلى الاقل الناحيه البدنيه بينهم كانوا متكافئين. فاهمني؟ المهاره ده عنصر مهاري، وباسم لاعب عنده الانقضاض السريع فقدر يتمكن من ده. الشوط الثاني الخواجه حب يخفف الضغط عليه قوي، قام لاعب رمضان صبحي الفتره اللي لعب فيها رمضان خلاص خف الضغط كتير على باسم. لما الخواجه خلاص خد كل اللي عايزه من باسم، قام لاعب بقى رامي ربيعه ونقل احمد فتحي للرايت. هنا تبان يا باشمهندس القدرات المرنه عند اللعيبه. انت عندك على فكره رامي ربيعه بدايته باك رايت، باك رايت وهاف ديفندر، يعني المركزين لعبهم قبل ما يلعب سرد باك يجيد فيهم صحيح. فعشان كده انا بقول لك القدرات المتنوعه ديت او المرونه التكتيكيه اللي عند لعيبه الاهلي تريح الخواجه. احمد فتحي بخبراته بقوته بالروح العاليه بتاعته عوض لك الغياب والنقص اللي في نص الملعب. ممكن يكون على حساب التمرير وعلى حساب الشغل الهجومي شويه، بس الناحيه الدفاعيه قفلها بشكل قوي كمان. باسم علي، جيرالدو، التنوع ده مهم جدا. بس انت الفتره الجايه اللي انا اتمناه علشان تقدر تجتاز المرحله بتاعه السبع ماتشات الثقيله، اثبت شويه، اوصل لشكل مستوى او نوعيه تشكيل شبه متجانس ونثبت عليه شويه. التبديل والتوفيق كتير يعني بتاخد منك. لا لا، لو انت من الناس اللي بيهتموا بالسوشيال ميديا هتحتار جدا، لان في ناس عماله تقول لك انت مش شايف فلان مش كويس مثبته ليه؟ انت ما غيرتش ليه؟ يعني ولذلك انا من المؤمنين جدا بان انا لا يمكن هقدر افكر زي الجهاز الفني مهما كان عندي رؤيه وانا بعيد كده. حتى لما بيتساب لعيب حالته مش كويسه قد يكون مفيد من ناحيه المعنويه او التكتيكيه، واخد بالك؟ الله اعلم المدربين بيفكروا ازاي، لكن احنا نتكلم، ده دورنا نتكلم، والجماهير تنتقد، كل الدنيا تعمل ايه عايزاه، لكن بما لا يخل او بالروح باحترامنا للاعبتنا، احترامنا للاعبتنا. انت لازم يعني مهم جدا يا استاذ ابراهيم. طبعا انا طبعاً بكلمك في نقطه، انا عارف مفيش شيء قاسي على العيب غير انه يلاقي جمهور يتعامل معاه باستخفاف قاتله. ما تقوليش ما يقروش، يا ريت ما يقروش، لكن بيقروا وكل حاجه واصله له. الدعم بمعناه الحقيقي بقى، لان احنا ما عندناش طرف من المره اللي فاتت بقول لك الاخطاء او طرف ان احنا نقعد نمسك في بعض الوقت.